باستخدام التربة الطبيعية يبدأ أطفال فلسطينيون في فهم الطبيعة ويتعلمون كيفية المحافظة عليها من خلال ورش عمل خاصة تنظمها خبيرة البيئة منى شاهين، وهي طبيبة بيطرية تنظم ورش عمل أسبوعية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات في غابات حول المدينة التي تعيش فيها. وفي هذه الجولات يتعرف الأطفال أهمية النباتات بدءاً من نباتات الغابات وحتى تلك الصالحة للأكل، ويتناولونها في بيوتهم. بهمني كتير أن يكون في وعي للبيئة وللطبيعة بالوسط الفلسطيني. هاي الدورة اسمها حراس الجنة، بجيب أولاد على الطبيعة على الحرشون وبعلمهم كيف يتواصلوا مع الطبيعة. باللحظة اللي الولد هو يعني بيبدأ يكون تواصله مع كل الحياة اللي موجودة بالوعي، من الشجرة للوردة للنبتة للعنكبوتة لأي إشي عايش هون، باللحظة اللي هو بحس تواصل معاهم بشكل طبيعي بعدش بده يؤذيهم. ويشرع الأطفال في تنظيف الحدائق وجمع أغصان الأشجار الجافة، وذلك في أثناء خوضهم تجربة الاحتكاك بالحياة البرية وتعرف أهميتها في هذه العملية. غذاء للنفس أولاً، ثانياً مساهمتهن لبناء هذا العالم نظيف. يعني اليوم إحنا أولادنا بستعملوش بلاستيك، كل يعني بتلاقي ولد بمدرستنا بقول لك أنا بشربش بكوباية بلاستيك، منجيبش أنانة بلاستيك، إحنا كل إشي بنستعمله بأدوات متعددة الاستعمال. فالإشي طبعاً كتير مهم خاصة بهذا العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والشاشات اللي هي الأولاد بعيدة كل البعد عن الطبيعة، مش قريبة، خاصة لما إحنا عايشين بمدينة مثلاً زي حيفا. نتعلم فيها كيف ممكن نتأقلم بالطبيعة بدون ما نستعمل أدوات اللي هي أدوات الإنسان اللي صنعها، مثل بلاستيك، مثل إنه هاي الشغلات. أنا بلاقي إنه يعني جزء كبير من اهتمامنا بالبيئة ومن فعالية البيئة بتيجي أعمق بكتير من أنه مجرد نطلع وننظف ونهتم بالنظافة. أنا يعني بالنسبة لإلي الفعالية البيئية الحقيقية هي تواصل عميق وحقيقي مع الطبيعة. تزود ورشة العمل الأطفال بالمعرفة الأساسية بخصوص كيفية الحفاظ على نظافة الطبيعة والمساعدة على تطوير إحساسهم بالمسؤولية تجاه البيئة.